السلام عليكم. فليكن عدل في الأرض، فلتكن بداية لسلم لا لحرب، يد بيد نحققه، كتف بكتف نفعله، وما أجمله من عرض. كانت هذه الصين تتحدث تنبئ عن مبادرة لأمن عالمنا، للقضاء على جذور نزاعاتنا، لتحقيق استقرار بات كعملة نادرة في حاضر كوكبنا بعمومه، وتزداد المآسي أضعافا مضاعفة في قارة سمراء ظلمت تاريخا وحاضرا. أتستطيع الصين أن تؤسس لهكذا مشهد باجتماعها بمسؤول الدفاع في إفريقيا؟ أتقدر على تحقيق ما يعده البعض ضربا من الخيال؟ نعم، لا أحد على الإطلاق ينكر أو يغمض عينيه عن حقيقة أضحت أمرا واقعا في عصرنا الآني، أن تنين الصين الأفعواني بات عظيما هائلا في حجمه، تعملق حتى صار ماردا يلف كوكبنا باقتصاده وصناعته. أحان الوقت ليضيف التنين المارد سيطرة سياسية تسير بحذاء اقتصاده ترتقي لمكانته. أتأخذنا الأيام المقبلة لنرى بأم أعيننا منحنى الهبوط لحضارة بلاد العم سام، بعدما لمست في منحنى صعودها النجوم لتسير على درب حتمي سارت عليه حضارات الدنيا قبلها، ممن عم نورها أرجاء المعمورة ثم انزوت. أتستعد الصين لتكون البديل، لتتقلد مكانتها كقطب لعالمنا، أم ستعاند أمريكا فتجدد شبابها، تستعيد نضارتها، فنسير في عالم متعدد الأقطاب، بيد أنها تعددية ستفرض انحيازات، استقطابات يستحيل معها أسفا سلام عالمنا. سلمنا الله وإياكم. وعلى ذات الدرب أبرزت صحيفة جلوبال تايمز الصينية آراء الخبراء عن منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الثالث، الذي يعكس دعم الصين الصادق لتنمية السلام والأمن في إفريقيا وجهودها لمساعدة إفريقيا في الهروب من مسرح الصراعات الذي تمارسه عليها الدول الكبرى، حيث استقبلت الصين ما يقرب من 50 مسؤولا دفاعيا وضابطا عسكريا من إفريقيا. قالت الصحيفة أيضاً إن شعار المنتدى هذا العام تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وتعزيز التضامن والتعاون بين الصين وإفريقيا، قائلة إنه يأتي بعد اختتام قمة بريكس 15 والتي انتهت بحوار صيني إفريقي في جوهانسبرغ. وعن آراء الخبراء حول المنتدى قال سونغوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بكين إن إبقاء إفريقيا مستقرة وخالية من الصراعات يعد أحد المؤشرات السبعة الرئيسية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والتي تعد أيضا بمثابة معيار لتقييم التنمية والتحديث في إفريقيا. وللمزيد اسمحوا لنا أن ينضم إلينا ضيوف كرام، أبدأ من نيروبي بكينيا سيد جاكونا نجيما كاسترو الخبير في الشؤون الأمنية والدفاعية، ومن برلين الدكتور جون هوا تشانغ الخبير في الشؤون الصينية والزميل بالمعهد الأوروبي للدراسات الأسيوية، ومن إنجامينا السيد حسن كلي الباحث في العلوم السياسية والشؤون الإفريقية. أهلا بكم جميعا في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية، واسمحوا لي أن أبدأ من برلين مع الدكتور جون هوا. دكتور جون هوا، ما الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها إفريقيا بالنسبة للصين وسط وجود قوة دولية كبرى جعلت إفريقيا مسرحا للصراعات؟
حسنا، للإجابة على هذا السؤال لابد من أن نضع في الاعتبار أن الصين كان لديها أنشطة فعالة على مدار العقدين الماضيين في إفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية مثل مشروع مبادرة الحزام والطريق، وهذا تماما ما أكد عليه الرئيس الصيني، أكد على أهمية هذا المشروع خلال كلماته وخلال فترة إدارته أنه يدير بنفسه ويتابع بنفسه هذا المشروع وهذه المبادرة منذ 2016. وبناء على ذلك ووفقا لما تقدم، هذه المبادرة وهذا المشروع نضع له أهمية كبيرة، حيث أن له أهمية كبيرة للقارة الإفريقية. هذا أمرا لابد أن نشير إليه، لأنه بالنسبة للصينيين أن يكون لديهم دور فعال في إفريقيا، هذا يعني أيضا أن الصين لديها الكثير من الاستثمارات وسوف يكون لديها المزيد من الاستثمارات في القارة السمراء، وعليها حماية مصالحها في إفريقيا. وكذلك أعتقد أن مستوى التجارة قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة القليلة، وكل هذه مؤشرات على أهمية إفريقيا الاستراتيجية بالنسبة للصين، والصين ترغب في الحفاظ على هذا المستوى من العلاقات وحفاظ أيضا على المصالح. بالنظر إلى الشركاء الأفارقة، في أحيان ما يصبح للهيئات الصينية المعنية لها أهمية كبيرة وتركز بشكل كبير على العلاقات التعاون الوثيقة، وتسعى أيضا إلى الحد من أي عدم استقرار في الدول الإفريقية. ولهذا السبب الرئيسي الصين تسعى إلى الوجود في القارة السمراء للحد ومنع أي توترات بشأن القضايا الإفريقية، حيث أن الصين لديها الكثير من الاهتمامات وقد فقدت بالفعل الكثير من الأمور بسبب هذه التداعيات في إفريقيا وبسبب بعض النزاعات مثل الحرب المدنية في السودان. والصين أيضا وفي حقيقة الأمر 70% من صناعة النفط كانت الاستثمار من الجانب الصيني والشركات الصينية، وقد خسرت هذا القطاع الهام، فبالتالي تسمح أن تعزز العلاقات الأمنية والدفاعية مستقبلا. نعم. للحفاظ على هذه المصالح. مباشرة إلى شركاء الصين الأفارقة لأعلم رأيهم في هذا الأمر، أذهب إلى نيروبي مع السيد جاكونا. سيد جاكونا، رأينا الصين وقد وقعت أو عقدت المنتدى الإفريقي الصيني واستضافت نحو 50 مسؤولا دفاعيا من دول إفريقية عديدة، ما الذي يستهدفه هذا المنتدى وما أيضا فوائد هذا المنتدى الاستراتيجية للصين وإفريقيا على حد سواء؟ شكرا جزيلا على استضافتي. بالطبع بكين استضافت حوالي 50 مسؤولة دفاعا من الدول الإفريقية من القطاعات الدفاعية والأمنية من أجل طرح الكثير من وجهات النظر وطرح المزيد من حلقات النقاش بشأن الأمن الإفريقي وتعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون والشراكة أيضا بين أفريقيا والصين. إفريقيا لها أهمية استراتيجية مرتفعة بالنسبة للصين، وبذلك إفريقيا تعتبر هي الركن الأساسي للدبلوماسية مع الصين، لأنه بدون الدبلوماسية لا يمكن تعزيز المجالات الدفاعية. فبكين واستضافتها لهذا المنتدى الإفريقي الصيني بشأن التعاون الدفاعي والأمني يعد خطوة هامة في هذا القطاع، لأنها تعتبر أنها تشمل 50 دولة إفريقية من خلال هذه الزيارات في المنتدى الأمني والدفاعي. وأعتقد أنها خطوة أيضا كبيرة بالنسبة للأنشطة الصينية في إفريقيا، وليس فقط تضع وتطرح هذه الأنشطة الصينية، ولكنها أيضا تطمح
إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأنشطة الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بالأمور والشؤون الدولية ولا سيما الإفريقية، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع ونطاق الأمني وكل ما يهم المصالح الإفريقية الصينية، تطمح إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، خاصة عندما يتناول هذه الموضوعات كافة الأمور المتعلقة بمجابهة القرصنة والإرهاب وتعزيز التعاون الأمني بين الصين والقارة الإفريقية. إن التعاون الأمني بين الصين والقارة الإفريقية تطور على المستوى متعدد الأطراف أكثر من المستوى الثنائي، والذي واضح وتم وشهدناه على مدار الأعوام القليلة الماضية من خلال عدد من المبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، ولكن الآن نشهد مبادرات أمنية تدفعها الصين على المستوى العلاقات المتعددة الأطراف وخاصة مع المنظمات الدولية، بالأخص مبادرة الأمن العالمي. الذي اسمح لي أن أتوجه بهذا السؤال بخصوصه إلى إنجامينا والسيد حسن ضيفي الكريم من هناك. المنتدى الصيني الإفريقي سيركز على مبادرة الأمن العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ. ما مدى تأثير هذه المبادرة؟ هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية للصراعات في العالم. هل الصين بالفعل قادرة على تحقيق هذا الأمر الذي يعده البعض نوعا ما ضربا من الخيال، أن نصل إلى القضاء على الأسباب الجذرية للنزاعات في عالمنا؟ شكرا على الاستضافة السيد الكريم. هذه المبادرة مبادرة قيمة وممتازة. الصين أطلقت هذه المبادرة قبل سنوات، وهذه هي القمة الثالثة فيما أعتقد مبادرة السلام والأمن الصيني الإفريقي. مبادرة ترتكز على الأمن العالمي التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية بخصوص أو بحكم أن القارة الإفريقية الآن تشاهد مجموعة من الصراعات، سواء تعلق الأمر بالصراعات المسلحة والتي وراءها الجماعات المسلحة من داعش وبوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة النصرة الإسلام والمسلمين، أو الصراعات بين الدول بحد ذاتها، أو الموجة الثالثة التي نراها الآن الانقلابات العسكرية التي تحدث من دولة لأخرى خلال 2022 إلى يومنا هذا. وبالتالي كأننا بحاجة إلى الأمن مرة أخرى، مناقشة قضايا أمنية قضايا دفاعية مرة أخرى لإطلاق السلام وتحقيق السلام العالمي مرة أخرى. هذه المبادرة أيضا تحيلنا إلى أن العالم اليوم لا يمكن أن تحكمه قطبية الأحادية، فهذه قد ولى زمنه ومضى. بالتالي الصين قوة من حيث الاقتصاد ومن حيث الأمن ومن حيث الأمن السيبراني، هي قوة تدخل في العالم بهذا الشكل، وبالتالي أريد أن تفرض نفسها وتقول للعالم وتقول للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ها هي قادرة على حل القضايا العالمية وخاصة القضايا الإفريقية. وبالتالي كأننا حل القضايا العالمية بشكل عام وبالأخص القارة الإفريقية التي ظلمت كثيرا إما في الماضي أو حتى في الحاضر. أذهب بهذا الأمر والدول الإفريقية أو القارة الإفريقية أذهب إلى برلين والدكتور جنهوا. دكتور جنهوا، هل يمثل التواجد الصيني في القارة السمراء القارة الإفريقية بديلا نوعا ما عن التواجد الأمريكي يعده البعض على هذا النحو؟ وأيضا ما أهداف الصين من إفريقيا؟ حسنا، في البداية أعتقد أن الصين ليس لديها الاهتمامات ونفس الأهداف أو المطامح التي لدى الولايات المتحدة التي تحاول تعزيز التواجد العسكري، والصين لا تسعى إلى هذه الأمور ولن ترسل أي قوات عسكرية إلى إفريقيا. وبذلك بالطبع الصين لديها بعض الأنشطة الفعالة ولديها الكثير من الآمال في مجال السلم والأمن، وحيث تشارك بعدد من قوات حفظ السلام في إفريقيا، ولكنه لا يعد تواجد عسكري الصيني في إفريقيا. ولكن من أجل الحماية المصالح الصينية في إفريقيا
فيما يخص حماية مصالح الشركات الصينية، أعتقد أن الصين تفكر حيال عقد ما يشبه اتفاق مدني وتعزيز قوات مدنية وليست قوات عسكرية، ولكن مثل مجموعة فاغنر مثلا وهي شركة عسكرية خاصة. الصين العاملين في افريقيا لقد عانوا كثيرا جراء بعض التداعيات خلال هذا العام، حيث 9 عمال صينيين قتلوا في احد مناجم الذهب، وايضا هناك بعض المشكلات المتعلقة بتدخلات فاغنر في بعض المناطق في افريقيا. الصين لم تحتج على هذه الامور، ولكن عانت ويلات هذه التداعيات من النزاعات في تلك المناطق. اود ان اذكر ايضا ان الصين سوف تحاول جهدها ان تعزز من تواجدها، ولكن ليس ارسال قوات عسكرية صينية الى افريقيا. طيب على هذا الامر، على يعني انت ذكرت أن الصين لن ترسل قوات عسكرية إلى إفريقيا، اسمح لي أن أذهب إلى نيروبي مع السيد جاكونا. سيد جاكونا، من أبرز محاور المؤتمر حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ومكافحة أيضا القرصنة، هل يمكن بالفعل أن نرى دعما عسكريا صينيا، قوات عسكرية صينية في الداخل الإفريقي، أم أنت تتفق مع ضيف الكريم من برلين في أنه لن يحدث في الفترة المقبلة؟ لقد أرسلت الصين بالفعل بعض القوات العسكرية في إفريقيا، حيث أن هناك بعض القوات من جيش التحرير الصيني في إفريقيا، وأيضا بعض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا، ولكن لا، معظم الناس لا يعلمون أن الصين تتواجد عسكريا في إفريقيا، لأنها لديها كثير من الاهتمامات، وأيضا لديها سياسية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. في جنوب السودان هناك بعض القوات الصينية العسكرية، وفي غينيا الاستوائية أيضا، وفي جيبوتي، وبالطبع في جيبوتي على وجه الخصوص هناك قاعدة عسكرية صينية، وأيضا لديهم بعض التواجد في عدة مناطق مختلفة، ولكنهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية في الدول الأفريقية. ولكن بناء على هذه السياسة وانطلاقا من هذه السياسة الصينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالطبع هم يحاولون التواجد بشكل مختلف، لأن هناك كثير من الخيارات من التواجد المختلفة لمواجهة الهيمنة الأمريكية على المصالح في إفريقيا. فبالتالي نتوقع المزيد من التواجد الصيني العسكري والمزيد من الأنشطة العسكرية الفعالة الصينية في إفريقيا. أنت ذكرت ضيفي الكريم أن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة للدول الإفريقية، اسمح لي أن أذهب بهذا الرأي إلى إنجامينا والسيد حسن ضيف الكريم من هناك. سيد حسن، تسير الصين نحو استراتيجية مغيرة تماما لفرنسا، ما مدى قبول الدول الإفريقية للتدخل الصيني في القارة السمراء برأيك؟ أن الصين ترتبط مع القارة الإفريقية بتاريخ مشترك في الحقب السابقة، خاصة في القرن العشرين، لذلك المبادئ التي تنطلق بها السياسة أو الدبلوماسية الصينية واضحة جدا ومعروفة، عدم دخول في الشأن الداخلي للدول. وبناء على هذه المبادئ دي الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأفريقية. بس أود أن أشير إلى بعض النقاط بشكل سريع جدا فيما يتعلق بالحفظ السلام ومكافحة الإرهاب والقرصنة في القارة الإفريقية. ما مدى تدخل الصين واستتاب الأمن والاستقرار والحفظ السلام؟ أنا أعتقد أن الصين لا تتدخل مباشرة، أو لا تبعث العسكر الصين أو الجنود الصينيين أو القواعد العسكرية الصينية في القارة الإفريقية كما فعلت فرنسا مثلا، وكما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ربما تقوم الصين بمساعدة الأفارقة أن تريك إعطاء معلومات على مستوى المخابرات، معلومات استخباراتية ربما تقدم للإخوة وللقادة الأفارقة
أو إضافة إلى ذلك معلومات متعلقة بالقضايا الإلكترونية والقرصنة والإرهاب، هذه هي مساعدة بحد ذاتها. نعم، وضحت الرؤية بالتأكيد في هذا الأمر. اسمح لي سريعا أن أذهب إلى برلين والدكتور جون هو، وأعتذر دكتور جون هو، تبقى لدي نصف دقيقة فقط. دكتور جنوة، على مدى السنوات الثلاث الماضية شهدت منطقة الساحل الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى الإفريقية عدد من الاضطرابات أدت إلى الإطاحة بعدد من الحكومات كما نتابع. كيف ترى موقف الصين مما حدث في نصف دقيقة لو تسمح لي؟ حيثنا أن الموقف الصيني في هذا الشأن أنها لن يكون هناك أي نوع من التدخل في الشأن الداخلي، ولكن الصين سوف تلتزم بالإطار العام للتعاون الذي يتسم بالحرية وسيادة الحكومات، وبالتالي لن يكون لها أي نوع من التدخلات في الشأن الداخلي، وهذا هو المنهج والسياسة الصينية منذ البداية عند التعامل والتواصل مع الدول الإفريقية فيما يتعلق أيضا بالعلاقات مع الحكومات الحاكمة في بلادهم، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تدخلات عسكرية وغيرها من التدخلات، وهذا هو المنهج الصيني وهذا هو الموقف الصيني. مهما كانت الحكومات المسيطرة، سواء كان هناك حربا أو لا، الصين لديها سياسة واضحة تماما وهي تلتزم بتطبيق كافة. أشكرك بالتأكيد وأعتذر على المقاطعة. في النهاية اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أشكر ضيوفي من نيروبيا سيد جاكونا نجيما كاسترو الخبير في الشؤون الأمنية والدفاعية، ومن برلين الدكتور جون هوا تشانغ الخبير في الشؤون الصينية والزميل بالمعهد الأوروبي للدراسات الآسيوية، وأيضا من إنجامينا السيد حسن كلي الباحث في الشؤون أو في العلوم السياسية والشؤون الإفريقية. شكرا جزيلا لكم، والشكر بالتأكيد موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، هذه تحياتي كمال ماضي، في أمان الله.